السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب يا شباب، أخباركم إيه؟ ويا رب تكونوا كلكم بخير ومع فيديو جديد من فيديوهات قناة الأسرة للتعليم والمعلومات. قناة الأسرة للمعلومات أكيد هتستفاد. ومع فيديو جديد من فيديوهات اصلح اشياء منزلك بنفسك. والنهاردة هنصلح وحدة الادراج المكتب دي اللي قدامكم يا شباب اللي شايفينها. طبعا دي كانت لصديق ليا وحب يصلحها ويعني يرمها فتعرفش، فكان بيسمر اي مسامير ببرمة بمسامير كبيرة وكان عاوز يصلحها فللاسف ما عرفش. طبعا المكتبه دي او وحده الادراج بتاعت المكتب دي معموله من خشب الميلامين اللي هو الخشب التبن. احنا بنقول عليه في مصر انه الخشب التبن اللي هو واخد طبقتين ميلامين من ناحيتين. وطبعا يا شباب دلوقتي هو قال لي يعني عايز رمها يعدي بيها السنه دي، يعني عنده ابنه تقريبا في ليه تعليم اخر ليه السنه دي فعايز يعملها، فهو حب يعمل واحدة جديدة. فعشان يعمل واحدة جديدة زي دي يعني مش هتقل من عن 700 جنيه 1000 جنيه للتلات ادراج اللي انتوا شايفينها دي قدامكم وكده. فطبعا قال لي انا عايز انه يلمها ويلم الموضوع بتاعه، لان طبعا زي ما انتوا شايفين العيشة غالية ازاي هنا في مصر، وبعد ما تعويم الجنيه اسعار الخشب بقت غالية جدا والاسعار بقت نار. فاحنا طلب مني يعني ان نرمها على قد ما اقدر. طبعا هي شكلها كده يعني زي ما انتم شايفين عامل ازاي، بس هنصلحها مع بعض ونشوف هنصلحها ازاي ونركب دراج جديده. يلا بينا يا شباب، يلا بينا. يعني ثاني يا شباب اهو هنبتدي نفك بقى الدراج زي ما قلت لكم. طبعا الدراج عشان بقى له فتره فالحديد خلص، هنفكها مع بعض كده بالراحة. بعد كده بقى طلعنا الدرج اهو ميجا يا شباب عشان نجيب زيها. زي ما انتم شايفين يا شباب الدرج المكتب اللي هي وحده الادراج دي طبعا معدومه ازاي، وانها ميلامين وكده، انها ميلامين والخشب بتاعها متاكل. وبعد ما فكينا المجر يا شباب هنسد مكانها بخوابيت خشب، لان ده ميلامين والمسمار اللي بيتفك مكانه ما ينفعش يتربط، هتلاقيه بيفرط. فهنعمل قسمين خشب زي كده وبرجرها
هنعمل الوحده كلها بنفس الطريقه دي فوق من الجدار. بعد كده يا شباب هنبتدي نرم الدرج. هو في اي درج عندك في عشره غير ولا حاجه اديله هنا وشده بالقمر وادي مسامير. طبعا غير اللوتوم دي لانها بصوا الكاوتش هنا اتاكل، الكاوتش ده كده هنا اتاكل ولازم يتغير. هنروح نشتري ثلاث قمم واجيب لكم تاني. مرحبا اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني. طبعا رحنا ندور على الميجر دي ما لقيناهاش، طبعا دورت عليها في المنطقه اللي جنبي او اللي حواليا فمش لاقي نفس الميجر دي. طبعا الميجر دي ممكن الاقيها في وسط البلد او في الضويعي في العتبة، فطبعا المشوار بعيد عني فانا اضطريت اجيب اللي هي الجديده. فطبعا كله دلوقتي طالع من الجديد فالقديم ده انتهى. طيب عايزين ناخد فكره عن الميجر دي. الميجر دي طالعه طبعا جديده والميجر دي ثلاث مراحل وده اللي طلع الحديث دلوقتي ومنها مقاسات في لغايه 25 30 35 40 لغايه 60 على ما اعتقد يعني. طبعا بيسموها الميجر دي ثلاث مراحل لانها بتفتح الدرج على ثلاث مراحل، هنشوف ازاي مع بعض دلوقتي. طبعا هنا الميجر دي فيها صداده اهي كاوتش من هنا كده. طبعا دي بتركب اي ناحيه، يعني بص ممكن تركب كده الدرج، يبقى لو الدرج ده كده تخيل الدرج كده تركب كده والدرج يطلع، او تتعكس كده والدرج برضك يطلع. بس اهم حاجه الصداده دي بتبقى من جوه اللي عشان تصد الدرج. طيب احنا قلنا دلوقتي ان دي ثلاث مراحل هنشوفها مع بعض. ادي كده مرحله اهي كده، دي اول مرحله، بعد كده ادي ثاني مرحله اهي، بعد كده دي تالت مرحلة. التالتة دي اللي هي بقى بتفتح حاجة بسيطة، دي هقول لكم ليه بقى بتفتح حاجة بسيطة. دلوقتي أنا لو عايز أركب دي في الميجر دي بتركب في الجنب كده، أنا بشد كده وباخد المقاس بتاعي وبقسم حسب العدد اللي دروب وبظبط المقاس بتاعي. دي بتركب في الحتة الوحدة مش في الدرج، دي بتركب في الوحدة اللي هي دي كده، دي هتركب كده. طيب انا ركبت دي كده، طب اللي الدرج هركبه ازاي؟ في ناس بتحط الدرج وبتشبط اول مسمار، يعني بتشبط اول مسمار هنا وتركب المسمار الثاني بتركبه هنا وبتسيبه على كده، فطبعا ده غلط. انا لازم في ثلاث مسامير، لازم اركب واحد هنا او هنا، ادي اعمل لي ثلاثه اهو، وهنا برضك واحد، ادي اثنين وادي الثالث. طب التالت هيقول لي هركب ازاي؟ هركب ازاي وهو مش باين من هنا؟ تعالوا نبص مع بعض كده. هنا هتلاقي في دراع اسود هنا اهو، يعني انتوا شايفين الدراع الاسود ده؟ لما نشوفها كده اهو، الدراع الاسود دوت انا لو جيت
وعملت ضغطت الدراع، قلبت كده المفصله الدراع لتحت، وجيت دخلت على الدراع الاسود ده كده لتحت وشديت البتاع دي، هتطلع معايا اهي شايفينها. دي بقى دي 3 مراحل، ادي 1 ادي 2 وادي الثالثه اهي. دي بطلعها بعد ما بشبط المسمار هنا وهنا، وعايز اربط المسمار الثالث، باجي من الجنب ده بقوم شادد الترباس ده او المحبس ده كده، بدوس عليه لتحت وبشد لبره تطلع. لما اجي بركبها بقى بتركب معايا عادي. بصوا التركيب هحطها هنا اهي، سواء بقى راكبه في الدرج لوحدها كده وبزقها، وحتى بتسمع فيه صوت تكه وهي بتخش. فعرفنا ان الدرج بيركب ازاي، اللي هي المرحله الجديده دي 3 مراحل زي ما قلت لكم. طبعا بتقسم، اهم حاجه تقسيمه الدرج، بتشوف الادراج قد ايه وبتقسمها. التركيب بالنسبه لها سهل جدا، يعني انت التركيب تركبه كده، بس اهم حاجه اللي هي الحته اللي بتاعت المحبس دي اللي انا قلت لك عليها تفكها، وهنشوف برضك مع بعض واحنا بنركب. الوش ده خليه مخدم مع الحرف هنا كده، الحرف ده كده بخليه مخدم من هنا كده. أهو زي ما انتوا شايفين المجرة اهي. طبعا انا بربط المسامير، شايفين في الجزء التاني دوت هنا كده، بوريهالكم بالمفك. الجزء اللي دوت اللي هو المفتوح دوت ده، لما بيمشي كده بيربط انا المسامير هنا في الحتة دي كده اهو، يعني بيمشي كده انا اهو، يعني المسمار انا اهو ربطته، بربطه من قلب الفتحة دي. طبعا انا لما خلعت اهو التربس اللي انا بقول لكم عليه دي، لما خلعتها من هنا اصبح قدامي كده ايه سهل، اللي انا اقدر ايه اركب ايه من المسمار من الفتحات دي اهي. طبعا انا بعمل هنا حته وزنه، حته خشبه طبعا شفتوها اللي انا حاططها هنا دي اللي بظبط عليها، وبحرك ايه دي كده. هعمل بقيه الادراج بنفس الحكايه دي كده وهرجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب بعد ما ركبنا المجرى تحت وفوق، هنركب دلوقتي الدرج. طبعا بجيب الحته اللي انا قست عليها وبركبها كده وازقها كده، وادي الدرج اهو شايفين. وبعدين بظبط الدرج كده عليها، دي بتبقى زي مصد ليا كده، وشايفين السيخ دوت او اللي هو بيروح ويرجع ده بصبعي، ده بجيبه في وش الدرج من هنا اهو، بزقه كده وكده، وربط بقى مسمار هنا ومسمار مثلا هنا، وبعد كده بفك الترباس اللي انا قلت لكم عليه. طيب عشان انا معيش حد دلوقتي فمش عارف امسك الكاميرا والدرج، فانا بوريكم بقى اهو، ادي حته الابلكاشه الخشبه دي، دي انا عاملها لقطه بمشي عليها بظبط عليها، بوزن اهو زي ما انتم شايفين كده، وبقوم ظابطها كده وحاطط الدرج وكده. طبعا انا نسيت اقول لكم انك انت لما بتيجي الدرج اللي هنا ده، مش الوش، الدرج دوت ده بتخسسه قيمه المجارتين اللي هما الاثنين دول مع بعض، يعني الدرج بيبقى خاسس القيمه دي، شايفين الحته دي التخن ده كده، الدرج بيبقى ناقصه خاسس من هنا، عشان المجرى واحده تيجي من هنا وواحده تيجي من تحت. ونركبهم مع بعض وخليكم معايا. دلوقتي هنركب اهو الدرج التاني، احنا ركبنا المجر كلها اهي هنا، عارف نولع النور كده
ركبناها فوق برضك اهي. نبتدي بقى نركب، هنظبط الدرج كده جنب الدرج، وزي ما قلنا لكم دي بتتزنق هنا كده في الاخر. بعدين هنعمل فاصل كده حتة ابلكاشة ما بينهم، تمسكها كده طبعا عشان انا زي ما بقول لكم انا شغال لوحدي ومعيش حد. نمسك كده الابلكاشة دي تحطها فاصل كده، وبعدين تركب المفصلة المجرة ديت، بعدين هتركب المجرة دي. طبعا لو معاك قمطة او زرجينة تشد بيها الحاجة دي وتركب الناحية دي. والدرج التالت برضك هنعمله نفس الحكاية، هنحطه برضك هنا كده، ونحط حتة بلاكاشة، ونظبط المسافات دي كده. طيب نجمع ونشوف ان الاخر الشكل هيبقى عامل ازاي. ورجعنا تاني ليكم اخواني واعزائي المشاهدين بعد ما صلحنا هي المكتبة اللي هي وحدة الادراج بتاعت المكتب. طبعا هو زي ما قلت لكم زميلي يعني كان قال انه عايز يقضي بيها السنة دي عشان خاطر عياله، لان تقريبا دي اخر مرحلة، ولا عند ابنه اخر مرحلة دي، فمش هيحتاجها. طبعا كان زي ما قلت لكم في بداية الفيديو عشان يعمل دي هتكلفه مبلغ جامد، مش هقل يعني من زي ما قلت لكم 700 جنيه او 800 جنيه. فهو احنا اتعلمنا احنا كمان واستفدنا ازاي نعرف نركب المجر اللي هي الدراجة اهي، وازاي عرفنا بنفكها لما نحب نطلع الدرج بندوس على الترباس البلاستيك اللي هنا لتحت ونطلعه. طبعا هو هيبقى يركب لها مقابض، هو قال يعني هيبقى يركب المقابض. هو طبعا حب يرمها بطريقته هو زي ما قلت، ما يعرفش طبعا يرمها، كان يعني بيدي مسامير زي ما انتوا برمه بيمسك دي مع دي، فهو كان عايز يرمها. وللاسف زي ما بقول لكم الخشب الملامين ده اللي هو الخشب التبن واخد طبقه ملامين، ده لو اتضرب فيه مسمار وجيت فكيته وتربطه تاني ما بيربطش مكانه، بتعمل بقى اسفين خشب زي ما شفنا في الفيديو، وده عيب الملامين في كده. فيعني ده يا جماعه ما حدش يعني نصيحه يستخدم الخشب اللي هو الملامين ده، لانه مش يعني مش عملي. فانا بقول لكم هو حب يصلح وحده الدرج طبعا بوظها اكتر. فادينا هنا وريتكم ازاي تصلح وازاي تغيروا مجره الدرج اللي هي المجاري بتاعه الدرج، والفرق بين الجديد والقديم. وإن كنت شباب استفدتوا بمعلومة من الفيديو وحاسس إنك فعلا استفدت وتعلمت حاجة، ما تبخلش علينا باشتراكك في القناة وعمل لايك وتكتب تعليقك على الفيديو، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.